نادين، شو اللي بيخلي المرأة فريدة من نوعها؟ هي اللي بتتمتع فيه من جوا، الجمال اللي من جوا، شخصيتها، رصانتها، طريقة حكيها، تفكيرها، طباعها، هيدا الشيء اللي بخليها تكون يونيك، وبعدين بيجي الشكل الخارجي. شو بيعني لك حرف ألف؟ اسم الله عليها، جسمها مثل الألف، صح؟ على أساس إنه هي عندها الشكل الحلو. المرأة يلي who can stand up for herself، يعني حدا قادر يوقف على إجري بظل الضغوطات، بظل ظروف صعبة. شو الدافع اللي بتعطيه لحالك لتضلك قوية بالحياة؟ I'm strong and I'm loved and I'm capable. وهيدا شي بقوله حتى لبنتي، وبقوله لكل صبية. كيف بتواجه التحديات؟ Even impossible had the word possible in it. خبرينا شي ما بنعرفه عنك. في شغلة ما بيعرفوها عني إنه أنا كتير بحب الأولاد. يعني إذا كنت وين ما كان وكان في بيبي، مستحيل ما أني روح أركش بالبيبي. ما بعرف ليش، من أنا وصغيرة عندي إياها. شو السعادة بالنسبة لإلك؟ Happiness is family, kids and success. الجنة. Heaven. That's my daughter. Heaven بنتي. الحرية. تعيش حياتك بطريقة من دون ما تأذي غيرك. الحب. كلنا بحاجة للحب، خاصة لما بيكون unconditional. لازم يكون الحب هو المنفس، بس على شرط يكون حقيقي. الأمل. هيدا اسمي نادين، معناتها هوب. برأيك شو التغييرات اللي صارت لتمكين المرأة بالمجتمع العربي؟ فيني أقول إنه أي صار في تغيير جذري بالمنطقة العربية بكل شيء بخص المرأة، وعم نشوف لها إنجازات كتير مهمة بكل المجالات.